رسمياً. هذا أول هاتف في العالم يحمل مستشعر بصمة أسفل الشاشة X20 Plus UD من شركة فيفو. اربطوا الأحزمة وهيا بنا نتعرف عليه. بعد شهور من إعلانها عن تقنية مستشعر بصمة مدمج في شاشة الهاتف، أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفها X20 Plus UD وقدمته بمواصفات مرتفعة وشاشة عملاقة. الطول 16.5 سنتيمتر، العرض 8 سنتيمتر، السماكة 7.3 ملم، الوزن 181 جرام. وجهة الهاتف بدون أزرار ميكانيكية، فالشاشة هي المسيطرة على الواجهة. من الخلف الكاميرا الخلفية مزدوجة أفقية على طريقة آيفون 8 بلس، ومستشعر البصمة كما ذكرنا هو مدمج في نهاية الشاشة إلى الأسفل. هيكل الهاتف معدني والإطارات نحيفة مع شاشة طولية بأبعاد 18 إلى 9. مقاس الشاشة 6.4 إنش، الدقة Full HD Plus بكثافة 376 بيكسل لكل إنش، وهي من نوع سوبر أموليد، وسنشرح لكم في نهاية التقرير لماذا وضعت فيفو هذا النوع من الشاشة. الهاتف يعمل بنظام أندرويد 7.1، المعالج سناب دراجون 660 8 نواة بسرعة تردد حتى 2.2 جيجا هيرتز، الرام 4 جيجا بايت مع مساحة تخزينية 128 جيجا بايت، ويدعم تركيب ذاكرة تخزين خارجية حتى 256 جيجا بايت، كما يستوعب تركيب شريحتي اتصال. الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، والثانية بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3905 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، كما أنه مزود بتقنية الجيل الخامس الحديثة من البلوتوث وتقنية صوت هاي فاي ذات الجودة العالية. والآن دعونا نشرح لكم كيف تعمل تقنية مستشعر البصمة. تقنيا المستشعر ليس أسفل الشاشة، لكنه موضوع بين الشاشة وزجاج الحماية، ويعمل المستشعر ككاميرا رقمية تعتمد على الضوء المنبعث من الشاشة ليسقط على الإصبع، ثم يقوم المستشعر بجمع الضوء المنعكس من الإصبع وتكوين صورة رقمية للبصمة. أما بالنسبة لسرعته فتوجد مستشعرات بصمة اعتيادية أسرع في فتح الهاتف، لكن عند مقارنته بالتقنيات الأخرى مثل التعرف على الوجه ومسح قزحية العين فهو أسرع، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا هو أول هاتف بهذه التقنية ومن المتوقع أن تتطور كثيرا. إضافة إلى ميزة مستشعر البصمة، يحمل الهاتف تقنية التعرف على الوجه، وتقول الشركة إنه يتعرف على 128 نقطة في الوجه ويفتح خلال جزء من الثانية على حسب ادعاء الشركة. يبلغ سعر الهاتف على موقع الشركة 570 دولارا أمريكيا، ونترككم مع سعر الهاتف بأبرز العملات.